أخوة الكرام متتبعي القناة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة بعنوان البرنامج التنموي الجديد. وفي هذه الحلقة سوف نتكلم بكل بساطة وبكل واقعية. لماذا لم تطرح هذه البرامج يعني قبل الخطاب الملكي؟ أين هي يعني البرامج التنظيرية للأحزاب والبرامج المقترنة كذلك برفع التحديات التي يعيشها المغرب؟ إذن من الواجب على المنخرطين في يعني أحزاب أو في جمعيات أن تكون لهم هذه الرؤية الاستراتيجية التي تتماشى مع الخطاب الملكي. إذن الكل كان يترصد ينتظر ماذا سوف يقع، ولكن الأمر الواقعي الذي يجب أن يتحلى به المواطن كيفما كان موقعه من داخل الحزب، من خارج الحزب، من داخل الجمعية، من خارج الجمعية، يعني الواجب يقتضي عليه حينما يعني تلوح أو تظهر بعض التحديات يعني اقتصادية أو صحية أو غير ذلك أن يبادر إلى إنتاج برنامج تنموي جديد. وهذا البرنامج التنموي الجديد بحسب القراءة يعني القراءة التي يراها قراءة تحليلية، وكذلك ربط هذه القراءة بمجموعة من النقاط التي ستحدد نوعية البرنامج. إذن هذه الأمور التي يجب علينا أن نتحلى بها. والطبقة السياسية فهي يعني من باب أولى، يعني هي المكلفة يعني من الدرجة الأولى بإنتاج المشاريع التنموية كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك، وخصوصا عند ظهور بعض الأزمات اقتصادية صحية إلى غير ذلك. إذن أين كان هؤلاء؟ وهذه يعني النقطة التي أشير إليها ليس من باب الانتقاد اللاذع، ولكن من باب يعني الانتقاد الذي يحرك. من بعض ملاحظات كذلك في هذا التحليل أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جيدة، وهو الكلام العام والفضفاض الذي يتكلم حول يعني برنامج يعني تنموي جديد. يعني بعض الناس يتكلم بشكل عام، والكلام العام له تجليات وله أسباب، ومن هذه الأسباب هو غياب البرنامج الحقيقي. يعني معظم الناس يعني يتحدث عن يعني خلق برامج جديدة تنموية، والحديث لا يظهر إلا عند يعني بداية يعني الحملات الانتخابية. ولكن إذا جلست مع هؤلاء لمناقشة، ليس للمناقشة بل لقراءة البرنامج التنموي الجديد، مثلا أنا كمسؤول، مثلا مسؤول حزبي مثلا، وفي يعني بداخل الحزب توجد خلية تنظر مكونة من 10 أفراد مثلا. هذه الخلية يعني من الواجب عليها يعني إنشاء برامج تنموية جديدة. بصفتي كمسؤول يعني أريد أن أخذ البرنامج التنموي الجديد ليس بالطريقة الشفهية بل بالطريقة الكتابية. الطريقة الكتابية تدل على انخراط الشخص
يعني الذي يخلق البرامج التنموية يعني انخراطا حقيقيا، لأن الانخراط الحقيقي في إنشاء أو في خلق البرامج يكون يعني عن طريق يعني الكتابة الحقيقية مبنية على التحليل العلمي، على التنظير، على مجموعة من المسائل. ولكن للأسف الشديد الكلام أكثر من يعني التطبيق، هذا من جهة. الجهة الثانية بعض الناس يتكلم بشكل عام لأن الإطار الذي تفرض هذه الجائحة هو أكبر من البرنامج. هنا تكمن يعني القدرات يعني الفكرية للشخص الذي يريد أن يصدر برامج تنموية، لكن الفاعلين السياسيين يجب أن تكون لديهم تلك الرؤية القوية مبنية على الثقة في إنشاء وخلق البرامج، وكذلك عن طريق التفاعل مع التحديات الكبرى. وكلما يعني ارتفع سقف التحدي ارتفع معه الإنتاج الفكري في مسألة خلق البرامج التي تمكن مقارعة ومجابهة تلك التحديات. هذا المعطى الثاني. المعطى الثالث والأخير، وبعض الناس يحتشمون من إبداء برامج تنموية حقيقية لأن في الصورة يعني بداخل الصورة النمطية لديهم أن برنامج الدولة يبقى هو الأمر يعني المفروض، ولكن هذا ليس يعني لا يمكن أن يكون مانعا، لأنه إذا كانت البرامج يعني برامج قد يعني تفيد الدولة بشكل كبير، فإن الدولة سوف تأخذ بعين الاعتبار هذا البرنامج. وهذا تقديم لهذه الحلقة الجديدة التي سوف أتكلم من خلالها عن البرامج التنموية التي يمكن للأحزاب السياسية أن تأخذ منها، يعني وأرجو أن تكون يعني هذه الأمور يعني أمور إيجابية للجميع.